مشاهدينا اهلا بكم، تحيه للجميع من مدينه الدار البيضاء، ونهايه اسبوع سعيده للجميع بصحه والسلامه يا رب. واللي مخرج العائله ديالو الله يديه على خير، غير هو ضروري من التباعد وضع الكمامه. في هذه الجوله كنحاولوا نوريكم الاجواء في الدار البيضاء. كنعرفوا ان يوم الاسبوع كيكون غالبا يتميز بالهدوء. نتمنى تشاركونا التعليقات ديالكم ونعرفوا زين مدينتكم كيف عامله الاجواء فيها في هذه الاثناء. كذلك مع ارتفاع حالات الاصابه بكورونا، اعتقادكم واش العودة للحجر الشامل ممكن انها تخفف او تحد من هذا الانتشار؟ احنا كنعرفوا ان الحكومة قررت بعض الاجراءات المشددة بما في ذلك ان حجر تنقل الليلي في من 9 ليلا الى غاية 5 صباحا، هذه من بين الاجراءات للحد من انتشار هذا الوباء. احنا كنتكلموا على العودة للحجر الشامل، واش نتوما مع او ضد؟ تعليق من الاخ فرنسا كيقول لك بالنسبه لفرنسا يوم الاحد كيكون يتميز بالهدوء. كذلك نحن في المغرب، وتحية كبيرة للجالية المغربية. في جميع بقاع العالم ربيع كيقول لك ما قادرينش على الحجر الصحي، الله يرفع علينا هذا الوباء. صحيح الحجر الصحي الشامل صعيب، جربناه في الفتره الاولى او المرحله الاولى من كورونا، يعني صعيب بزاف اقتصاديا اجتماعيا، الناس بزاف تحرموا من العمل ديالهم، اسر وصلات الطلاق، للاسف للاسف كانت حالات انتحار، يعني كان صعب على الجميع صراحه. الحجر الصحي ما كنتمناوش نرجعوا ليه، ما بغيناهش. كيف كنقولوا الحكومه حاليا شاده العصا من الوسط، يعني كاين بعض الاجراءات المشدده، كل شيء كيتهرب من الحجر الصحي. لكن مع ارتفاع الاصابات يعني 10000 11000 12000، يعني ولينا كنسجلوا ارقام يعني صعيبه وصعيبه بزاف، ودقات ناقص الخطر. كيبقى كل شيء بيد الجهات المختصه، غتشوف واش نبقاو يعني غير بهاد الاجراءات او لا خصها تكون اجراءات اخرى مشدده. كيف قال الاخ ربيع، الله يرفع علينا هاد الوباء، هاد الشيء نقدروا نقولوا بغينا نرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا، نخرجوا مع وليداتنا عادي، ناكلوا في تفصيل واحد مع الناس مع جيراننا. كتعرفوا حنا المغاربه عزيز علينا داك التبصيل اللي مشروك اولا الماكله اللي كتكون مشروكه، نخرجوا بلا كمامات، ناخذوا الحريه ديالنا. يعني حتى دابا غير الهواء وليتي كتخاف انك تستنشق وتجيب معاك الوباء، يعني شي حاجه راه ماشي سهله، راه صعيبه بزاف. ولكن هذا راه يعني وباء عالمي، ما عندنا ما نديرو الا اننا ناخذ الاحتياطات والكمال على الله سبحانه وتعالى، والناس اللي مازال ما لقحوا. عرفنا القرار الحكومي او البلاغ الحكومي ان تم تخفيض الناس اللي غيلحقوا السن ديال التلقيح ل 20 سنه، اذا الوليدات من 20 سنه فما فوق توجهوا لمراكز التلقيح لاخذ اللقاحات ديالهم. ماشي بالضروره المركز اللي كيسكنوا فيه، اي مركز توجهوا له راه ممكن ياخذوا منه اللقاح، ياخذوا فيه اللقاح.
لان تلسر العنب عمليه تلقيح راه ممكن ان نوصلوا للمناعه الجماعيه وبالتالي نرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا. قصيت القحوت ثلثي الساكنه اي ما يعادل 80% من الساكنه باش ممكن اننا نرجعوا للحياه الطبيعيه. اذا التلقيح حتى هو اللي سرعنا به راه من الوسائل اللي ممكن اننا نسترجعوا بها الحياه ديالنا بشكل طبيعي. علي كيقول لك ما قاديش عامين وحنا مع هذا الوباء، الله يرحمنا وخلاص يا رب. اخ علي شكرا، شكرا للتعليقات ديالكم، يعني كنشاركوا الحوار هكا بكل بساطه بكل تلقائيه، كل واحد كيعبر على الراي ديالو شي حاجه مزيانه. هادشي باش كان قال لك الانترنت يعني رجعت العالم صغير، يعني تعليقات من فرنسا، تعليقات مختلف المدن المغربيه، شي حاجات منهم. شكرا شكرا لكل المتتبعين او كل متتبعي شوف تيفي. حتى بالنسبه الناس اللي كياخذوا النقل الاجتماعي من حافلات سيارات اجرات، راه كنا يعني هادو الوسائل اللي كناخذوا لقضاء الاغراض ديالنا وتوجه للعمل. فرجاء رجاء حتى الا كان مثلا عامر نبقى انا نتسنى خلاص الترامواي، لان كنعرفوا ان المده قصيره ماشي بزاف، يعني كيدير واحد 7 دقائق مثلا باش كيجي واحد اخر. نحاول انني نركب في شي منفس شويه او الطوبيس، يعني كيكون ازدحام صراحه، يعني رغم ان كيقولوا 50% الطاقه الاستيعابيه، ولكن اللي كتشوف الحافلات خاصه في اوقات الذروه راه كتلقاها راه فاتت 50% 150%، يعني كتلقى ازدحام، ناس جالسين ناس واقفين. رجاء رجاء المسؤولين يعني السائقين ديال الحافلات او لا شي حاجه يحاولوا يوجهوا الناس، كذلك الناس اللي نشوف طاكسي او طوبيس عمر ما كاينلاش انني نتزاحم ونركب نتسنى واحد اخر. الله يحسن العوان، كنعرفوا ان الانسان ما قادرش على طاكسي صغير او لا شي حاجه، ولكن الصحه كتبقى هي كلشي. كطلع الطوبيس زحام بزاف، هذا راه ممكن انك غير واحد يكحو بحداك الا فيه او لا انت لا فيك راه غتعطيها لواحد اخر. فنتفادوا كذلك الازدحامات في وسائل النقل الاجتماعي. بالنسبه لمراكز التلقيح هي نمشيو نديروا اللقاح ديالنا، ولكن نتفادوا الاكتضاد. الاسواق كذلك كاع الاماكن اللي فيها اكتضاد نحاولوا اننا نتفاداوها، نحاولوا نوضعوا الكمامه ديالنا، ودائما تعقيم الايدي خاصة في الأشياء اللي غنقدر نقيس. مثلا كاين اللي كنقيسو الخضرة كنبغيو نختاروها، يجي واحد آخر يقيسها يقدر يكح بإيدو يشد شي حاجة ديال الخضرة أولا شي حاجة نشدوها حنا، يعني نتفادى دائما يكون معنا المعقم. أي شي حاجة راه ماشي سهلة، راه صعيبة، راه كتحس براسك بحالا مخنوق ولا ما عندنا ما نديرو. حاليا هذا الشيء اللي كاين. الله يرحمنا، اللهم آمين. يعني كي تعليق باللي العودة للحجر الصحي الشامل صعب جدا، خاصة في غياب الدعم. هذا التعليق ديال علي، كنعرفوا ان كان دعم الاسر على حساب الاسر على حساب عدد الاسرة في المرحلة الاولى من كورونا. فعلي كيقول لك الا كان حجر
شامل وما كانش دعم، راه صعب صعب صعب. هو بالدعم وكان صعب، لان كان عارف راه المصاريف كثيره للوليدات الصغار، راه بزاف ديال الامور. نتمنوا خير يا رب. الله يرحمنا وخلاص، هذا التعليق قالها صراحة حسن. كنتمنوا رحمة الله سبحانه وتعالى، وكنتمنوا هذا الوباء يزول علينا. داز كيف كنقولوا الكثير، ما بقى الا القليل. نتمنوا خير، نصبروا، واليد في اليد والتآزر. نديروا التدابير الاحتياطيه ديالنا. الناس اللي ما عندهمش الله يكثر خيرهم، يعني كاين المحسنين اللي تبارك الله يعني بانوا في هذه المرحله، يستمروا في الخير ديالهم، يستمروا يعاونوا للأسر المعوزة اللي قبل كورونا راه كانت عايشة بالقليل. المهم عايشة، ولكن كورونا تأزم بها الحال. فبالتالي شكرا شكرا لجميع المحسنين اللي عاونوا الناس، عاونوهم في عيد الأضحى، عاونوهم في رمضان، عاونوهم في نتمنى وكذلك في هذه العطلة والدخول المدرسي يعاونوا الأسر، لأن فعلا الناس جلسوا من الخدمة وتأزمات الوضعية ديالهم. كاين اللي باع صراحة، كاين اللي عنده شقة هكا كيخلص للدخل ديالها، اضطر انه يبيعها. كانت ازمات وكان صعيب الحال. الناس المتوسطة الدخل والناس الفقيرة يعني تأزموا الوضع ديالهم، ازداد فقرا كيف كنقولوا، ولكن عندنا نجيبوا غالب الله. إذا مشاهدينا ما سخيتش بكم، شكرا شكرا للتعليقات ديالكم، شكرا للتتبع ديالكم. كنعتذر بالنسبه للتعليقات اللي ما استطعتش انني نقراهم، ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله تعالى في مباشره اخر. ويوم سعيد للجميع باذن الله تعالى، في امان الله.